بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في الجزء الثالث والاخير من محاضرتنا البروجكت كوميونيكيشن مانجمنت، اداره اتصالات المشروع. كنا خدنا في المحاضرتين اللي فاتوا الانترودكشن والبلان كوميونيكيشن مانجمنت، اللي هي كانت طلعت لنا كوميونيكيشن مانجمنت بلان، خطه بتقول لي انا هعمل ايه في اداره جميع الاتصالات الجايه وهدرها ازاي واعمل لها كنترول ازاي وهكذا. طيب فاضل لنا اتنين بروسيس، واحده اللي هي مانج كوميونيكيشنز دي تعتبر اكسكيوشن، وكنترول كوميونيكيشن تعتبر مونيتور اند كنترول. مانج كوميونيكيشن مقصود بيها ان انا ابدا بقى انفذ اللي انا قلت عليه في الخطه. انا قلت في الخطه بتاعه الكوميونيكيشن مانجمنت بلان ان انا هرفع ريبورتس بشكل مثلا دوري، شكل شهري او اسبوعي او يومي بالفورمات الفلانيه، ابدا اعمل الكلام ده، امانج الكوميونيكيشن بالشكل ده. طيب قلت ان انا هبقى بعمل ميتينجز بالشكل الفلاني، قلت ان انا هبقى ببعت مثلا خطابات معينه بالشكل الفلاني، هبدا اتواصل مع الناس واعمل مثلا ميتينجز مع التيم بتاعي بالشكل الفلاني، او ان انا هعمل ميتينج مع الكلاينت او الستيك هولدرز بشكل معين. فبالتالي ببدا في المانج كوميونيكيشن ان انا يعني اتصرف وانفذ كل اللي انا قلت عليه بقى في الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. اما الكنترول مقصود بيها المتابعه عشان اتاكد فعلا ان الخطه بتتنفذ، الخطه بتاعه الكوميونيكيشن مانجمنت بلان هل فعلا بتنفذ ولا لا. نبدا بالمانج كوميونيكيشنز. التولز والتكنيكس اللي هنا اول ثلاثه يعتبر اخذناهم قبل كده، اللي هو الكوميونيكيشن تكنولوجي والكوميونيكيشن مودلز والكوميونيكيشن ميثودز، معانا الانفورميشن مانجمنت سيستمز والبرفورمانس ريبورتنج. زي ما قلنا في البروسيس دي انا ببدا ان انا انفذ بقى اللي قلت عليه في الخطه، ابدا اتواصل بقى بنفسي فعلا مع الناس خلال فتره المشروع. فبالتالي الانفورميشن مانجمنت سيستمز او نظم اداره المعلومات، انا عايز ان انا امارس بقى عمليه الاتصالات دي. طيب ايه التولز اللي موجوده عندي في كده؟ انا ممكن ان انا يبقى التواصل ده على شكل حاجه هارد كوبي، او على شكل الكترونيك كوميونيكيشن، او على شكل الكترونيك بس باستخدام احد البرامج. الطريقه الاولى اللي هي الهارد كوبي، تنفع مثلا في الليترز، الميموز، الريبورتس، المينتس اوف ميتنج، اي ورق يعتبر مسجل. اما الالكترونيك كوميونيكيشن اللي بتتم عن طريق مثلا الانترنت او عن طريق انترنت او عن طريق ايميلز زي الفون، الايميل، الويب كونفرنس، الويب بيج بتاعتي اللي انا برفع عليها تقارير مثلا او برفع عليها مجموعه من المعلومات، كل ده يعتبر الكترونيك كوميونيكيشنز. النوع الثالث برضو الكترونيك كوميونيكيشن بس من خلال برنامج، برنامج هو اللي بينظم لي الحركه دي، ما بقاش ماشي بشكل عشوائي زي في الايميل اي حد عايز يبعت لاي حد في اي وقت وكده. لكن الالكترونيك بي ام تولز زي مثلا بريمافيرا ويب او بريمافيرا كونتراكت مانجمنت او البرولاينز او البي ام ويب، كلها برامج بتنظم لي عمليه الكوميونيكيشن بشكل كويس. بيبقى كل واحد عشان يدخل على البرنامج له لوجن او له كريدنشال، له يوزر نيم وباسورد يقدر من خلالهم يدخل، ويبقى له صلاحيات يشوف ايه وما يشوفش ايه، ويبقى له مسؤوليات ودور ان هو هيعمل ايه، هي التاسكات اللي مطلوبه منك ان انت تزودها على البرنامج ده عشان المنظومه بتاعت البي ام اي اس او البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم تكون متكامله. هل انت دورك هيبقى في التكنيكال في الجزء بتاع السبميتال، هترفع سبميتلز ولا هتعتمدها ولا هتطلب ان هي تعتمد ولا ان انت بس هتستخدمها وتسحبها من مكانها عشان تعرف ايه هو اللي تم اعتماده. في الجزء بتاع الكونتراكت مثلا، هل انت هترفع انفويس او اي بي سي انترم بايمنت سيرتيفيكت اللي هو المستخلص، هل انت هترفع مستخلص ولا انت هتراجعه ولا هتعتمده، انت واحد من السايكل بتاعت الاعتماد ولا ايه، ولا انت مجرد واحد هتدخل تشوف ايه هو اللي معتمد كمستخلصات عشان تبقى متابع المشروع، وهكذا بقى في كل الموديولز الخاصه بالدوكيمنت كنترول او البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. ممكن يبقى بعض الموديولز عن الريبورتس، بعضها عن الكورسبوندنس، بعضها عن المينتس اوف ميتنجز والايتمز بتاعتها ايتم باي ايتم، بحيث ان انت تتابع ايه اللي تم وايه اللي ما تمش من المينتس وتم في ميعاده ولا لا. ممكن يبقى بعض الموديولز فيها خاصه برضو بموضوع
الايشوز او المشاكل المعوقات، وان انت كل ما بتظهر مثلا مشكله معينه بتضيفها للايشيو لوج. مش كده بس، لا ده انت ممكن تربطها كمان بالايتمز اللي موجوده ومعمول لها دوكيومنتيشن جوه البرنامج. يعني مثلا تربط ايشيو معين باحد السبميتلز وبالبرنامج الزمني في اكتيفيتيز معينه وبدوكيومنت تعاقديه، مثلا ان كانت سيرتيفيكت معينه تعاقديه ولا احد الاي بي سيز ولا حتى فاريشن، مثلا احد الفاريشن اوردرز سواء المعتمد او الغير معتمده وهكذا. فبالتالي هو لا شك ان هو البي ام اي اس او الالكترونيك بي ام تولز بتجمع بشكل كبير المعلومات بتاعه المشروع. التول التكنيك الثاني بيرفورمانس ريبورتنج. الريبورتنج مقصود بيه عمل تقارير عن الاداء، بيرفورمانس ريبورتنج. وجايب لي هنا 7 انواع من الريبورتس طبعا على سبيل المثال الحصر. يعني النوع الاولاني ستاتس ريبورت او تقرير الحاله. تقرير الحاله بيوصف الموقف الحالي للمشروع عامل ازاي من ناحيه مثلا السكوب، هل كان مطلوب مثلا ان احنا نعمل كذا وعملنا ايه وخلصنا لغايه فين وتم تنفيذ الدور الاول والثاني، والثاني تم تنفيذ مثلا اجزاء بس منه في البلوك وورك واجزاء تانية في البلاسترنج وهكذا. فانا بوصف موقف للسكوب او للتايم او الكوست او الكواليتي، فده يعتبر ستاتس ريبورت. الفوركاست ريبورت مقصود بيه ان انا احاول اتوقع، واتوقع اكيد مش جيسين كده، مش تخمين عشوائي، لا انا بتوقع بناء على المعلومات الهيستوري السابقه، ان انا عرفت الاداء خلال الفتره السابقه كان كذا مثلا او المعدل بتاعه كذا، فبالتالي متوقع ان الاداء المستقبلي يكون ازاي. وطبعا براعي ان هل الاداء السابق ده كان فيه تعثر بسبب مشاكل تم ازالتها ولا المشاكل دي ما زالت موجوده زي الاداء الضعيف للمقاول او ايا كان. البروجريس ريبورت بتبين ايه هي الاعمال اللي اتنفذت ونسب انجازها كام، كام في الميه للمبنى ككل او للمشروع ككل، وكم في الميه لكل مبنى، وكم في الميه لكل ديسيبلين او لكل تريد، احد التريدز مثلا زي البلوك وورك، البلاسترنج، التايل وورك وهكذا، باخد نسب الانجاز لكل ايتم منها. الفاريانس ريبورت، الفاريانس اللي هو الانحراف كنا خدناه في لما اتكلمنا على الايرند فاليو، وقلنا الفاريانس ان انا بقيس الانحراف ما بين البيز لاين اللي انا كنت قايل ان انا هشتغل بيه، ايه هو المخطط بالنسبه لي، بقيسه بالاكشوال الفعلي، هل في عندنا تاخير ولا ما فيش تاخير. وقلنا ممكن الفاريانس ده يبقى في التايم، ممكن يبقى في الكوست، وممكن يبقى في اي شيء تاني كان تم التخطيط له، زي حتى معايير الجوده، هل بنفذ بنفس معايير الجوده اللي كانت مخطط ليها ولا لا، كان عندي كوميونيكيشن مانجمنت بلان، هل انا ماشي طبقا ليها ولا الاكشوال مختلف عن البلان اللي انا كنت قايل ان انا هشتغل من خلالها. التقرير اللي بعده تريند ريبورت. كلمة تريند مقصود بيها العلاقة مع الزمن، لما بشوف كيرف كده ماشي مع الزمن، المحور الأفقي خاص بالزمن والمحور الرأسي أحد من البارامترز التانية، سواء كانت بقى تايم ولا كوست ولا أي شيء، ممكن تبقى حتى كواليتي، تكسير مكعبات خرسانة، دي كلها بتسمى تريند. تريند مقصود بيه إن أنا مع الزمن المنحنى بتاعي ماشي إزاي، هل بيزيد بيقل، ماشي ببطء، ماشي بسرعة، ده بيسمى التريند. فالترند ريبورتس بتبقى مهتمة بتحليل العلاقة دي، العلاقة دي هل كانت ماشية كويس وبعد كده نزلت وبعد كده طلعت ولا ايه، بقدر ان انا احاول استنتج الاسباب من كل تغير في شكل سير المنحنى واقول اه ده كان ماشي بمعدل قليل عشان السبب الفلاني، كنا شغالين اعمال خرسانات وكلها تعتبر كريتيكال باث ومش قادر اعمل حاجة تانية معاها، بعد كده المعدل بدأ يزيد لان الفترة دي فيها توريدات وفيها شغل مفتوح واقدر اشتغل بارالل وهكذا، الفترة الأخيرة أنا شايف إن المعدل قليل عشان خلاص في كوميشنينج وتيستينج، أو ممكن يبقى في سبق في نص المشروع، ممكن إن في أحد أسباب مثلا التأخير إن المقاول كان متعثر ماليا أو المان باور ما كانتش موجودة في السوق لسبب معين، فلاقي إن فعلا الكيرف كان طالع وبعد كده في حتة معينة بدأ إنه يهدى وبعد كده بدأ يطلع تاني، فلازم يبقى عندي تفسير للأسباب دي عشان لما أجي استنتج بعد كده اعمل فوركاست زي التقرير رقم 2، اعمل فوركاست للفيوتشر، لازم اكون واخد في اعتباري ان انا بعمل فوركاست من بيان صحيح، مش بيان مثلا كان في اخطاء وانا مش واخد بالي منها. طيب الارند فاليو ريبورت، اتكلمنا عن الارند فاليو باستفاضه في الكوست مانجمنت. الليسونز ليرند دوكيومنتيشن، ان انا اعمل توثيق للليسونز ليرند او الدروس المستفاده.
طيب البروسيس اللي بعد كده كنترول كوميونيكيشن. المقصود بالكنترول كوميونيكيشن زي ما قلنا ان انا اتابع فعلا ان خطة الكوميونيكيشن مانجمنت تنفذ بالشكل المظبوط. كنت قايل ان انا هبعت ريبورتس لاشخاص معينه او ناس من الستيك هولدرز معينين، هل بيتم فعلا الارسال ده ولا لا؟ كنت قايل ان انا هعمل باي ويكلي ميتنجز، هل بيتم فعلا عقد الميتنجز دي في مواعيدها بانتظام ولا لا؟ فبالتالي انا براجع على الخطه وبعمل كنترول ان فعلا كل شيء ماشي طبقا للخطه. التولز والتكنيكس عندنا كلها اخدناها، انفورميشن مانجمنت سيستم في البروسيس اللي فاتت، اكسبرت جادجمنت، ميتنجز، والاوتبوت برضو تعتبر كلها معتاده، بس انا حابب اتكلم على الورك بيرفورمانس انفورميشن. الورك بيرفورمانس انفورميشن اكيد جواها معلومات عن المشروع زي ما قلنا في الريبورتس من شويه، موضوع البيرسون كومبليت، الاعمال اللي تمت، تحليل للبيرفورمانس والفارينس والفوركاست، سمري للمعلومات اللي عندنا زي ما بيبقى عندنا في الريبورتس اللي بنعملها عن حالة المشروع، مثلا ايه الاعمال اللي تمت، إيه نسب الانجاز بتاعتها، ايه التغيرات مثلا في المان باور، تغيرات في البروجرس، الاي بي سيز والفاريشنز واعتماداتها، المعوقات اللي موجودة، الكلام ده كله. يعني اللي عايز اعلق بس عليه موضوع الورك بيرفورمانس انفورميشن، يعني هنا مكانها يعتبر غريب شوية، لان العمليه دي كنترول للكوميونيكيشن. لما نبص على البروسيس اللي قبلها اللي هي المانج كوميونيكيشن، كان من ضمن التولز والتكنيكس فيها performance reporting، عملية ال performance reporting اعتبرها tool وتكنيك، فكان متوقع ان في البروسيس دي مثلا ان يبقى احد الاوتبوتس هو الريبورتس نفسها، لكن جه حط الwork performance information في البروسيس اللي بعدها كاوتبوت، مع ان هي تعتبر كنترول للكوميونيكيشن مش عملية المانجمنت بتاع الكوميونيكيشن، وما كانش في التولز والتكنيكس اي حاجة تدل على ان هو بيعمل ريبورتينج. لعل ان هو يقصد بيها في الورك بيرفورمانس انفورميشن يقصد بيها بس معلومات عن هل الكوميونيكيشن ماشية بشكل سليم ولا لا، لان دي عملية كنترول للكوميونيكيشن. للأسف البين بوك لما اتكلم عنها ما قالش حاجة عنها، قال ان دي ذكرت قبل كده في الشابتر بتاع الانتجريشن كأحد الانبوتس عندنا، وبالرجوع ليها موجود فيها بس ان هي انفورميشن خاصة بالمشروع زي ما قلنا المكونات بتاعتها هنا. فبالتالي دي ممكن فعلا تكون انبوت في الانتجريشن لعملية الكنترول، لكن ان هي تبقى اوتبوت للكنترول كوميونيكيشن ده كان فعلا غريب شوية. بس بعيدا عن يعني الجدل اللي موجود حوالين الموضوع ده، خلينا نعتبرها ان هي وخلاص اوكي واحدة من الاوتبوتس اللي عندنا في الكنترول كوميونيكيشن، ومقصود بيها الداتا اللي شبه اللي موجودة في الريبورتس. وبكده نبقى خلصنا الشابتر بتاع البروجكت كوميونيكيشن مانجمنت.